611 كيلومترا فوق سطح البحر. هذا هو المكان الذي لا يقدم فيها حتى التنفس الدعام الكامل ولا الوجود. هذا المكان هو جبل كيتو، ثاني على قمة العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الوايت نيوز. نساء باكستانيات يتسلقن جبل كيتو، البرد الذي بمجد الروح وارتفاع 8611 كيلومترا فوق سطح البحر. هذا هو المكان الذي لا يقدم فيها حتى التنفس الدعام الكامل ولا الوجود. هذا المكان هو جبل كيتو، ثاني على قمة العالم. هذا هو الشخص الذي لا تزال على العديد من الإدسات الشجاعة في هذا جانس المقاطعة بطبقة من وكلها جاءت في قصة جديدة. ليس عافلة قبل 22 نموذج يوليو 2022، كانت هناك اسماء باكستانيين في قائمة أولئك الذين وصلوا إلى قمة ثانية على جبل في العالم، لكن لم يكن هناك اسم لمرة فيهم. ومع ذلك إن قرية ثمينة بيغ ونايلة كيانيو التاريخ من خلال تسلق هذا الجبل في يوم واحد في مجتمع توجد فيها المواقف محددة للمرة. يبدو تسلق الجبل نوعا مختلفا من الإنجازات. وفى لندى جبال الأعلى من الباكستان وصلت الثامية إلى قمة الثاني على جبل في العالم في حوالي الساعة 7 مساء صباح يوم الجمعة، بينما وصلت نايلة كياني إلى قمة ثانية على جبل في العالم بعد ساعات قليلة. بينما وصلت نايلة كياني مع زمات سارة الخان وسحيل إلى قمة كيتو، يقن إن عندما يصل مسلق الجبال إلى قمة الجبل فإنها في الواقع يتحلى على نفسه، ولكن حول النساء الشجعان عد غزو قلوب جميع الباكستانيين من خلال تحقيق هذا الأمل الغد. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.